وللمزيد حول قانون النفط والغاز وما ينطوي عليه من صراع سياسي في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من لندن رئيس جمعية المحامين العرب في لندن صباح المختار. حياكم الله أستاذ صباح. أهلا وسهلا، مساء الخير. حياكم الله أستاذ صباح. يعني منذ عام 2005 حتى الآن وقانون النفط والغاز العراقي لا يزال تائها في متاهة لجان البرلمان في العراق، برأيك لماذا لم يتم التصويت على هذا القانون كل هذه الفترة؟ القانون ليس تائها في البرلمان، القانون مشكلته أن الدستور العراقي الحالي هو عقبة في إصدار القانون، قانون النفط والغاز الاتحادي، لأن المشكلة أن الدستور العراقي يعطي في إحدى المواد الإقليم سلطة أعلى من سلطة الاتحاد. هذا النص في الدستور العراقي، المادة 115 منه تقول كل ما ليس في اختصاص الحكومة الاتحادية يصبح من اختصاص حكومة الإقليم، وبالتالي نظريا يمكن لكل محافظة أن تنتج قانون نفط ولكل إقليم أن ينتج قانون نفط، وبالتالي تضيع المسألة. المشكلة هي في الدستور. أما الحديث عن موضوع أنه ضايع في البرلمان أو هناك تفاصيل دقيقة أو هناك تدخلات أو أطراف أجنبية، هذا كل كلام تشويش، هذا لا علاقة له بالواقع. الواقع أن هذا القانون من الصعوبة إصداره لأن الدستور العراقي يضع عقبات في هذا المجال، هناك أكثر من عقبة، هذه واحدة منهم. طيب هذا ما هو المخرج القانوني لهذا الأمر؟ والله يا أخي المخرج القانوني الوحيد هو تعديل الدستور. يمكن أنه إذا كانت هناك الخلافات السياسية بين الأكراد والعرب فيمكن الحديث عن موضوع تعديل الدستور وقانون الغاز والنفط وقانون الميزانية في آن واحد. أما موضوع أنه يحاولون أن يصدرون قانون الغاز النفط والغاز بالوقت اللي الدستور يعارض هذا الموضوع، لأنه يعطي سلطة الإقليم أقوى من سلطة الاتحاد، أي أنك تصدر قانون اتحادي ينظم عملية الاستخراج والإنتاج والبيع وإلى آخره، ثم تجد قانون آخر للسلطة للإقليم، وهنا أتحدث فقط هو موضوع الإكراد، أما موضوع بقية المحافظات وهذا كلام. طيب ما مدى إمكانية إجراء هكذا تعديل للدستور خاصة في ظل هذه الخلافات المحتدمة الآن؟ على ما يبدو في الوقت الراهن أنا لا أرى وجه أو إمكانية تعديل الدستور العراقي، لأن الدستور العراقي ملغم بتأسيسه. الدستور العراقي جاء لتفتيت العراق، وضع كل العقبات، أعطى للأكراد حقوق لا يجوز إعطائها ضمن قانون اتحادي، ضمن دولة حتى ولو فدرالية. لا يمكن لإقليم مهما كان، ونحن لا نتحدث عن شيء بالقمر، الولايات المتحدة الأمريكية دولة اتحادية، بريطانيا دولة اتحادية، دول أخرى كثيرة اتحادية، السلطة الاتحادية هي فوق سلطة الولايات والأقاليم وكل الجهات. يجب أن تكون هناك سلطة عليا واحدة هي السلطة الاتحادية، والسلطة الاتحادية في العراق في الوقت الراهن أيضا يسيطر عليها الأكراد، رئيس الجمهورية كردي وبقية الوزراء أكراد وإلى آخره. لكن الوضع الحالي الدستوري لن يسمح. طبعا هناك العديد من المشاكل الأخرى، أن قانون النفط والغاز يتعارض مع قانون الاستثمار في العراق، قانون النفط والغاز يتعارض مع توزيع العوائد، قانون النفط والغاز سيتعارض مع موضوع الجمارك وسيطرة الأكراد على النفط المار من المناطق اللي هناك الكثير، إضافة إلى العديد العديد من المشاكل التفصيلية فيما يتعلق بالصناعة النفطية بحد ذاته. يعني ما يعانيه، نعم أستاذ صباح، ما يعانيه العراق اليوم من أزمات اقتصادية وغيرها إلى أي مدى يدفع باتجاه ضرورة إجراء مثل هذا التعديل برأيك؟ والله الوضع ليس فقط الوضع الاقتصادي، العراق كدولة إذا أراد أن يتصرف كدولة ويتصرف مع شعبه كشعب عليه أن يصلح الأوضاع، والأوضاع ليست موضوع تمنيات أو عبارات مجاملة. الوضع الحالي في العراق، العراق يحتاج
يعني إلى قانون نفط وغاز كما لم يحتاج في أي وقت آخر، ولكن في ظل الوضع الحاضر لا يمكن إصدار هذا القانون في ظل الدستور الحالي، والدستور الحالي لا يوافق الأكراد والعرب على تعديله، لأن الأكراد لديهم حقوق لا يريدون التنازل عليها عنها. الدستور وضعه الأمريكان، الدستور وضعه أصلا لحماية الاستثمارات الأمريكية، وضعوه للحصول على الجزء الرئيسي من النفط، وضعوه لتقييد العراق كدولة بحيث تصبح عدة دول متعددة. هذا هو المشكلة بالدستور. أما موضوع، وبالإضافة إلى هذا، قانون النفط بحد ذاته، المسودة التي عرضت قبل 2005 فيها الكثير من التفاصيل الفنية التي تتعلق بكيفية الإنتاج وطبيعة العقود التي يتم التعاقد معها، وكيفية ما هي الحقوق التي تعطى للشركات، وكيف يتصرف العراق في العوائد. هناك الكثير الكثير جدا من القضايا الفنية، لكن الجزء المشكلة الرئيسية أنه لا يمكن إصدار القانون في الوقت الراهن، لأن الدستور يقيد الحكومة الاتحادية في مجال النفط بموجب. نعم أستاذ صباح، يعني هل يمكن القول بعبارة أخرى لا يمكن إجراء مثل هذا التعديل دون تدخلات خارجية وخاصة من الولايات المتحدة؟ والله يا أخي، إذا الولايات المتحدة هي الدولة التي جاءت بهذه النقطة، الولايات المتحدة لا تستطيع حلها ولا تريد أن تحلها، والآن دخل العامل الإيراني بالإضافة إلى ذلك. الآن العراق هو عبارة عن بلد يمزقه أبناءه بوحي من دول خارجية، ليس على موضوع قانون النفط والغاز. قانون النفط والغاز ليس للأجانب دور فيه، يريدونهم. يعني بالنسبة للعراق، منذ الاحتلال، منذ 2004 الكونغرس الأمريكي والرئيس بوش قتلوا أنفسهم أن يصدر قانون النفط والغاز في ذلك الوقت، ولم ينجحوا في ذلك. هذه انتهت التدخلات. بالوقت الحاضر أبناء العراق، سواء كان اللي بالحكومة ولا بالمعارضة، سواء كانوا شيعة أو سنة أو أكراد أو عرب، عليهم أن يعوا أنه بحاجة إلى إصدار قانون نفط وغاز، تعديل الدستور بحيث يسمح بهذا الإصدار، تنازل الأطراف عن بعض الامتيازات التي حصلوا عليها من قبل الأمريكان خصوصا الأكراد. هذه ما لم تحل. هذه الحديث عن حلول أخرى لا تجدي نفعا، هذا لعب ماشي. شكرا شكرا جزيلا لك. إذن صباح المختار، رئيس جمعية المحامين العرب في لندن، كنت ضيفنا عبر سكايب. شكرا جزيلا لك.